تعال نعرف افضل طرق لازاله الخلفيه الخضراء او الكرومه حتى لو سيت اب اللي انت عامله في اسوا ظروف الاضاءه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الاخبار عنيني يا رب دايما تكونوا بخير وبصحه وتمام. خلينا النهارده بدون اي مقدمات زياده، بما انك بتتفرج على الفيديو ده يعني الموضوع في دماغك ان لم يكن تخطيت المرحله دي وخلاص بقى جاهز وهتشتغل على البرنامج، فعايز تعرف ازاي تقدر تعمل ازاله بافضل شكل ممكن. لكن خلينا في الاول بس نقول على ملحوظه صغيره اساسيه، وهي انه للاسف مفيش حاجه اسمها ازاله للخلفيه الخضراء او الكرومه من خلال ادوبي بريمير برو. يعني لو اي حد قال لك الازاله من خلال ادوبي بريمير برو ما تصدقوش، لان للاسف علميا هو انت عايز تعمل ازاله لازم تكون من خلال ادوبي افتر افكتس، لان افتر افكتس هو برنامج المؤثرات اللي بيشتغل على الالوان اللي بيقدروا يعملوا بيه الشغل بافضل شكل ممكن. لكن عمليا هنشتغل باي حاجه او هنقول على كل حاجه على اعتبار انه يعني ده الموجود ده المتاح. لكن علشان تحدد البرنامج اللي هتستخدمه علشان بعد ما تصور ما تتفاجئش ان الصوره اللي انت مطلعها للاسف مش هينفع يتعمل لها ازاله او فيها مشكله، فهتلاقي نفسك عايز تصور من جديد وتلاقي نفسك بتبدا من جديد وبتقف قدام الكاميرا من جديد وعمال تغلط بقى وكل الحوارات دي، فلازم تاخد بالك من كل حاجه حواليك، لازم تدرس الظروف اللي انت فيها صح. ايه الكلام الكبير ده؟ بص يا سيدي، دلوقتي انت علشان تستخدم ادوبي افتر افكتس لازم تكون عندك حاجه بايظه، لما يكون كل الحاجات بعد الشر يعني لا قدر الله، انت علشان تستخدم افتر افكتس لازم تكون عندك اي حاجه في السيت اب فيها مشكله. يعني لو لا قدر الله بعد الشر مثلا، يعني المشكله عندك دلوقتي هي في الاضاءه، ان الاضاءه مش كافيه او مش متوزعه صح، لو المشكله عندك في المساحه اللي انت موجود فيها او المسافه بينك وبين الكاميرا وبينك وبين الكرومه، او المشكله عندك في الكرومه نفسها انك جايب كرومه مش قد كده او يعني مش الخامه اللي هي لكن جبتها وبعدين اتفاجئت، يعني لو المشكله عندك في اي حاجه من الفنيات اللي في السيت اب فانت وقتها تروح من غير ما تفكر على افتر افكتس، لان افتر افكتس هو اللي هيتعامل معاها بافضل شكل ممكن. طب لو كل حاجه عندك ماشيه باي ذا بوك او انت عرفت يعني تظبط كل حاجه، يعني مشيت زي ما الكتاب بيقول، جهزت بقى يعني ايه افضل اضاءه ممكنه والمسافه زي الفل والكرومه اللي وراك ما فيهاش اي مشكله، بالعكس دي من الخامات الكويسه جدا، او انت يعني جبت حاجه كويسه وكل حاجه جاهزه زي الفل، فوقتها ادوبي بريمير برو مش هقول لك لا، هيشتغل معاك عادي. طب لو فرضنا ان كل الحاجات دي موجوده عندك وانت ظبطتها وزي الفل، لكن امكانيات الجهاز ما شاء الله تسمح انك تشغل افتر افكتس، فوقتها روح من غير ما تفكر على افتر افكتس على طول، لانه هيأثر عليك الموضوع اكتر بكتير، ومش هتفضل بقى تظبط او تعمل حساب الارقام وازاي تعلي دي وتوطي دي علشان تظبط كل حاجه. يعني نقدر نقول برضو ان اسهل طريقه هي اصعب طريقه هي افتر افكتس، واصعب طريقه هي اسهل طريقه هي بريمير برو. خلصنا بقى الجزء النظري والارشادات الاوليه اللي لازم تاخد بالك منها علشان تحدد انهي برنامج هتشتغل عليه علشان مجهودك للاسف ما يروحش. خلينا بقى نخش في الجزء العملي وهو الازاله الاحترافيه من خلال ادوبي بريمير برو وادوبي افتر افكتس. يلا بينا يلا بينا. اول طريقه هنبدا بيها هي الطريقه اللي من خلال ادوبي بريمير برو، وده علشان كل شيء بيتم جوه ادوبي بريمير برو، فمش هنحتاج نخرج بره نروح لافتر افكتس. ما تنساش بالمناسبه انك تعمل لايك الفيديو واشترك في القناه وتفعل الجرس، علشان كل فتره بنتكلم في حاجات ليها علاقه بصناعه المحتوى. اتكلمنا قبل كده في فصل الصوت عن الموسيقى، اتكلمنا في افضل تطبيق تقدر تصور بيه فيديو احترافي من الموبايل، اتكلمنا في ملاحظات عن تصوير فيديو احترافي من الموبايل، واتكلمنا عن تسجيل الصوت بشكل احترافي من الموبايل. وبما اننا بنتكلم هنا عن ازاله الجرين سكرين او الكروما، فتقدر تقول لي الفيديو اللي جاي تحب يكون عن اختيار الخلفيه المناسبه، ولا لو انت الحمد لله مختار خلفيه مستقر عليها عن التلوين، لانه طبعا اكيد اللون اللي انت شايفه ده هيكون مختلف تماما عن اللون اللي ظاهر في الاخر لانه حصل تعديل الوان وده مستقل عن المونتاج نفسه ازاله الجرين سكرين والكروما، او انه يكون عن افضل طرق تقدر تلاقي بيها فيديو فوتج وانسرتات للفيديو بتاعك علشان يكون ثري. المهم دلوقتي انت اول حاجه بتعملها لما بتدخل فيديو انك بتقصقص كل حاجه وبعدين بتعمل ماسك زي ما انا عامل كده، علشان يعني لو في اي حاجه يعني ما ينفعش تظهر مخافيه كان اعظم، يعني خصوصا لو المكان عندك ضيق والاضاءه ممكن تظهر عندك زي عندي هنا وهنا مثلا، وطبعا لو تاخد بالك في حته هنا غريبه وده علشان انا نسيت هنا الباك لايت فبالتالي قصيت الحته دي. طبعا وفي العادي ما بنساش حاجه زي كده، زي برضو ما نسيت ان انا اصور المسافه اللي بيني وبين الكرومه اللي ورايا وهي تقريبا اقل من متر، زي ما قلت ان احنا بنتكلم عن اسوأ الظروف. المهم يعني بعد ما بتخلص كل الحاجات دي بتعمل بحث بقى عن الترا كي، طبعا كل الحاجات دي يعني اساسيه والناس كتير اتكلمت فيها، تختار علامه التنقيط واكتر نقطه لامعه. خد بالك بقى من اللي جاي علشان يعني هيكون في حاجات محتاجه تركيز قوي قوي. بص يا سيدي، اول حاجه انت بتيجي هنا على سيتنج وبتقول له انا عايزك تبقى اجريسيف شويه، اللي هو بتقول له زق معايا برنامج علشان اللون مش اخطر قوي او اللون اللي انت هتشيله مش ساده وواضح. خد بالك اللي هيحصل، اللون هنا قل. بعد كده بتلعب في الميت جنريشن، تغير في الارقام دي علشان يعني تقل معاك بافضل شكل ممكن.
ركز بقى في الخطوه دي قوي. شوف يا سيدي، دلوقتي في عندك هنا حاجه اسمها هايلايت. هايلايت اللي هي اكتر نقطه منوره في الصوره، لكن لان التوزيع عندي هنا مش افضل حاجه، التوزيع عندي هنا مش افضل حاجه لدرجه ان دي مش اخضر بالمعنى المتعارف عليه، هي اخضر فاتح قوي، فالهايلايت البرنامج اري على انه الحته اللي ورايا دي. طبعا انت مع التجربه زي ما قلت انك بتدرس الموضوع وبتجرب اكتر من زاويه اكتر من حاجه علشان تستخدم الحاجات ضد نفسها لمصلحتك. لو جينا هنا ورجعنا تاني وبعدين قللنا الهايلايت، خدت بالك اللي حصل؟ اللي حصل ان الهايلايت بالنسبه للبرنامج هو كان الخلفيه اللي ورايا اللي عليها السبوت، فشلها بالاضافه طبعا الارقام التانية دي، فبالتالي كل حاجه اختفت من حواليا وبقى ازاله الجرين سكرين او الكروما بافضل شكل ممكن. في حته تانية بقى، وهي لو انت بتتحرك كتير قدامها، فبالتالي بيكون في ما بين صوابعك كده حاجات لونها اخضر رخمه شويتين. طبعا هو في العادي انك بترفع الشاتر سبيد علشان يغطي على سرعه حركه ايدك فما يجيبش اي حاجه ما بينها، لكن لو انت عملت كده فوقتها هتلعب في مثلث التعريض كله، فلما تيجي تلعب فيه هتلاقي نفسك للاسف الكاميرا بتاخد اضاءه اقل، فتلاقي نفسك عايز تعمل اضاءه اكتر. يعني زي ما نقدر نقول هنا، شوف يا سيدي، انت لو لعبت في الشاتر سبيد علشان ما يكونش فيه النغمشه اللي بين صوابعك زي الحته دي بالظبط، يبقى عادي كده، فوقتها دول هيحصل فيهم مشكله. هتيجي تلعب في دول عشان توازن اللي حصل هنا، هتلاقي ان الكاميرا بتاخد اضاءه اقل، فوقتها للاسف هتحتاج انك تزود الاضاءه، فيعني الموضوع هيقلب معاك بالعكس، كل شيء بيجي بتكلفه. Everything comes with a cost. علشان كده احنا هنتعامل مع الامر بافضل شكل ممكن من خلال المعطيات اللي موجوده. تمام، انت بقى تقدر تعالج حاجه زي كده من خلال الميت كلين اب. الميت كلين اب في عندك الشوك والسوفتين، دول وظيفتهم انك بتلعب في الهاله اللي حواليك، يعني لو في اي هاله حواليك لسه واخده اللون الاخضر، والتاني بيلعب في صبغه اللون، اللي هو لو في حاجه بين صوابعك مثلا لونها اخضر فانت بتلعب في صبغه لونك تخليها قريبه من لون جسمك، فبالتالي هي مثلا يعني لونها بيقرب لون جسمك، فبالتالي اللي يتفرج هي عباره عن ايه؟ عباره عن ايدك بتتحرك بسرعه، مش عباره عن خضار باين ما بين ايدك. فالاتنين دول هيحاولوا يلعبوا معاك في الموضوع بحيث توصل لافضل يعني افضل حاجه ممكنه. بعد كده بتجيب الخلفيه وكده كل شيء جاهز. طبعا ارفع دي شويه، تقدر تشغل فيديو، هتلاقي الفيديو شغال معاك 10 على 10 بدون اي مشكله، ولسه لما تعمل تلوين بقى وباقي الحاجات التانيه فالموضوع هيكون معاك رائع جدا ما فيهوش اي مشكله. وده كان بالنسبه لاول طريقه. بالنسبه بقى لتاني طريقه، نشيل لي خلاص مش عايزينها ودي زي ما هي، نمسح بقى ده. بالنسبه بقى لتاني طريقه، انت بتيجي هنا تختار دي، ولازم يعني يكون المربع ده هو اللي انت مختاره، بعدين تيجي هنا على فايل وتفتح ادوبي دايناميك لينك وتختار ريبليس وذ افتر افكتس كومبوزيشن. هنجري شويه علشان هياخد وقت قبل ما يفتح. لما نفتح بقى من خلال ادوبي افتر افكتس، بتروح هنا وبتعمل بحث عن كي لايت، تسحبها هنا. ركز بقى معايا علشان برضو في حاجات هنا نعملها زي هناك بالظبط. بص يا سيدي، اولا بتروح لعمت التنقيط وبتختار اكتر نقطه غامقه. طبعا اول حاجه ناخد بالنا منها انه خفف اللون بشكل مختلف، وده زي ما قلنا ان هو بيتعامل مع الموضوع بشكل افضل. حاجه تانية بقى وهي التشيك بوكس ده، شوف يا سيدي، دلوقتي الناس اللي بتستخدم الجرين سكرين نوعين. النوع الاول هو النوع اللي بيجيب خلفيه ويحاول يعني يدمجها معاه ويلعب بقى في شطر الحركات علشان يبان ان هو الخلفيه دي مع بعض او ان الخلفيه دي الى حد ما حقيقيه. النوع التاني بقى مش فارق معاه حاجه زي كده، وهو نوع تعليمي شويتين، يعني هيجيب خلفيه مثلا ورا لونها ساده او لونها متدرج بشكل معين علشان يتحرك يمين وشمال ويظهر جنبه كلام او انسرتات او فيديوهات او صور، يعني حاجه زي ارشاد او تعليم او حاجه زي كده، زي ما انا عملت في الاول كده مع شويه الملاحظات اللي انا قلت عليها. النوع التاني ده مش بيفرق معاه الناس هتشوف الموضوع ازاي او ايه اللي هيحصل، وعايز حاجه تكون يعني سلسه معاه علشان الفيديو بتاعه، فبالتالي النوع التاني ده بيبقى عامل التشيك بوكس دي، ده علشان بتفصله عن الخلفيه اللي وراه. فانت لو هتختار خلفيه وراك يكون منظر وهتتعامل على انك تدمج الاتنين مع بعض علشان ما يبانش ان هو مش حقيقي، فانت شيل التشيك بوكس ده خالص، وبعدين هتيجي هنا وتختار سكرين ميت، وتيجي هنا بقى على السكرين ميت تلعب في الرقمين دول، بتفضل تلعب ترفع في ده علشان يخلي المكان اللي حواليك لونه اسود، وتقلل في ده عشان يخليك انت لونك ابيض، لكن طبعا ما تخليش الرقم اللي تحت ينزل عن الرقم اللي فوق علشان وقتها هيتقلبوا، خد بالك كده اتقلبوا.
فانت ما تمشيش كده خالص، انت بتحاول توزنها لحد ما يكون مظبوطة بالنسبة لك. تمام؟ في حاجة تانية بقى، وهي بالنسبة للحواف. احنا قلنا هناك الحواف بتتعامل معاها من خلال الميت كلين اب، لكن هنا انت عندك السكرين شرينك سلاش جرو، بتلعب فيها انك تقللها. يعني هقول لك ازاي. لو خدت بالك هنا هنجيب الفاينل ريزولت، خد بالك لما نرفع الرقم ده في اطار حواليك، زي ما قلنا لو انت عايز تتفصل عن الحاجة اللي وراك او حاجة زي كده ماشي، لكن هو انت بتحاول تلعب فيه ان هو يكون بالسالب. طول ما هو بالسالب هو بيقص من الحواف، بحيث لو في اي انعكاسات خضراء مثلا على الحواف او حاجة زي كده فانت بتشيل او بتنعم الحواف. بعد ما تخلص كل ده بتعمل كنترول اس، فبينعكس هنا، بتلاقيه هنا كتب لك لينكد كومبوزيشن. تمام؟ وبعدين طبعا انت تقدر تلغي، يعني خلاص انت عملت كنترول اس، فتقدر بسهوله انك تقفل الافتر افكتس، مش لازم تكون فاتح الاثنين مع بعض. وبالنسبه للفيديو خلاص اتعمل لينكد كومبوزيشن، فللاسف مفيش رجوع لو حصل اي حاجه، انت تقدر تروح هناك علشان تلغيها لكن ما بتتغيرش. تمام؟ يعني خلاص كده بالنسبه لده استقرينا ما فيهوش اي مشكله. نروح هنا بقى، خلاص كده اتطبقت. طبعا هو بياخد وقت بس علشان يتطبق. حاجه تانية وهي انك هتيجي هنا وتعمل يعني تقلل ده لو امكانيات الجهاز عندك ما تسمحش، تخليه مثلا ربع ونص اللي هو البلاي باك ريزولوشن، علشان بس يعني ايه الفيديو يكون سلس معاك وهو شغال، علشان تحط اي حاجه موجوده عليه يعني. تمام؟ دي الطريقه التانية واللي يعني هتكون اضمن في انك تشيل كل حاجه وتكون الموضوع بافضل شكل ممكن. دول كانوا الطريقتين اللي تقدر تشيل بيهم الجرين سكرين او الخلفيه الخضراء او الكروما بشكل كويس جدا، وتقدر تستسكى وتشغل دماغك على السيستم وعلى الإضاءة وعلى كل حاجة علشان توظف كل حاجة لصالحك. لو في أي حاجة كانت صعبة شويتين أو كروتها أنا وأنا مش واخد بالي تقدر تقولي في التعليقات. وبالمناسبة للناس اللي عندها دقة ملاحظة، في حاجتين لو لاحظتهم أثناء الفيديو ده تقدر تقولي عليهم في التعليقات، وبرضو لو عايز نتكلم في أي موضوع غير التلاتة اللي قلنا عليهم في الأول تقدر تقولي في التعليقات. وبس كده، دي كانت نهاية الحلقة يا سيدي. ما تنساش تعمل لايك للفيديو، اشترك في القناة لو كنتش عملت في الأول، ولو عندك أي فكرة أو أي موضوع عايز تعرف تعمل عنهم أي تطبيق أو أي موقع أو أي حد جاب سيرته على الإنترنت ولا، تقدر تسيبهم لي في التعليقات ومش هتأخر عليك. نلقاكم على خير.